لسه مكملين كلام عن الفنانين اللي سابوا أثر وذكرى كبيرة جدا في تاريخ السينما المصرية. النهاردة كمان ذكرى رحيل سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، واحدة من أهم نجوم الفن في مصر والوطن العربي كله. ليها مكانة كبيرة جدا عند جمهورها، كان أول ظهور ليها في السينما لما كان عندها 7 سنين بس، وده فيلم يوم سعيد. طبعا ليها مشوار سينمائي عظيم جدا وكبير جدا، وتم اختيار 9 من أفلامها في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. اليوم هو ذكرى رحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، التي توفيت في مثل هذا اليوم 17 من يناير عام 2015 عن عمر ناهز 83 عاماً. تعد الفنانة فاتن حمامة واحدة من أشهر نجوم الفن في مصر والوطن العربي بأكمله، واستطاعت أن تحتل مكانة كبيرة بين الجماهير والوسط الفني. عاصرت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عقوداً طويلة من تطور السينما المصرية، وكان أول ظهور لها في عمر 7 في فيلم يوم سعيد. اكتشفها الفنان يوسف وهبي وأعطاها الدور الرئيسي في فيلم ملاك الرحمة، وحصل الفيلم على شعبية كبيرة وأوصلها إلى النجومية. ومن أبرز أفلامها دعاء الكروان، صراع في الوادي، إمبراطورية ميم، الباب المفتوح، والليلة الأخيرة. تم اختيار 9 من أفلامها في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وذلك في عام 1996 أثناء احتفال السينما المصرية بمناسبة مرور 100 عام على نشاطها. وفي عام 1999 تسلمت شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. منظمة الكتاب والنقاد المصريين منحت الراحلة فاتن حمامة جائزة نجمة القرن، وذلك في عام 2000، كما حصلت على وسام الأرز من لبنان ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب والجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001. يا ريتني حتة منك، عايزة أكون جوا قلبك وروحك، كلام فارغ لكن لذيذ. تزوجت الفنانة الراحلة فاتن حمامة 3 مرات، كانت الزيجة الأولى لها من المخرج عز الدين ذو الفقار، وكان زواجها منه أثناء تصوير فيلم أبو زيد الهلالي. أما زواجها الثاني فكان من الفنان الكبير الراحل عمر الشريف، وكانت الزيجة الثالثة للنجمة فاتن حمامة من طبيب الأشعة الدكتور محمد عبد الوهاب، وظلت تعيش حياة هادئة حتى وفاتها.